مع النوخذة إبراهيم الفيلتشاوي. حيتكلم عن السفينة هذه، مو سفينة، مثل هو يسمونها الورجية، يسوونها من سعف النخل، يجمعونه طبعا يدش في باب الكرسوم، يحطون فيه الحجم هذا، يحطون فيه 250 كروبة مثل النخل، يحطونه تحت ويغطونه مرة ثانية، وعندهم يدافع وحطبة صغيرة وخرجة على اساس حق تغرب من داخل الجزر حق اماكن الطينية مثل صبية مثل بوبيان. كان عندهم حضور احد القبائل اللي هو قبيلة العوازم، كانت مشهورين بالحضور، فلما يروحون يظهروا حضورهم كان الطينة لما ينزل ينزل الطين تقريبا نص متر، ما ينزل باري الحضرة، فكان يباري الحضرة، يعني باري حضرة على اساس انه يطلع من السمك، من السمك بالحضرة، فيستعمل هذا يسمونه ورجية. طبعا اول ما استعملوه مو اهل الكويت بعد، اهل الشرق والكويتيين خذوا من اهل الشرق الحركه هذه، لان هناك الحين عندهم وايد بالطشره، فاول ما خذوهم خذوا قبيله العوازم. سنة كم؟ 1660. وهذه موثقه تاريخ الكويت كله. مشكور يا نوخذة. مشكور يا نوخذة.